السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم الشباب عاملين إن شاء الله كله خير. هوريكم النهاردة توسان 2022، ده المفتاح بتاعها، قفل فتح، فتح الشنطة، تشغيل عن بعد. بصوا الميزة اللي فيها هي قفلة مرايات، أول ما تقرب من غير ما تدوس على المفتاح هي تحس بالمفتاح وبس تفتح المرايات لكن مش تفتح العربية وتنور من هنا. تيجي تفتح العربية ما تفتحش. في هنا دخول بدون مفتاح، تضغط بس على الزرار كده خلاص فتحت. طبعا العربيه دي اللي هي المحرك 2000 سي سي، اللتر ماشيه 13.4 كيلو. تمام، طبعا ده الباب زي ما انتم شايفين كده، الباب بالمنظر ده. طبعا في سماعه هنا زي ما انتم شايفين، ده بيانو بلاك. بعدين ده المكان هنا، ده بالمقبض جاي نيكل، ده السنتر، وده التحكم في المرايات، ضم المرايات. طبعا الازاز ده بس اوتو داون والباقي كله بيطلع وينزل عادي، وده اللي بيقفل الازاز الخلفي. طبعا مساحه التخزين هنا، تشيل ازازه كده وشويه ورق خلاص عادي كده. هنا التحكم في مستوى الاناره والاستابيليتي كنترول. طيب خليني اوريكم الاول منظر العربيه من ورا. ده منظر العربيه. طبعا الكرسي اللي ورا في مكان للمقبض هنا يرجع المسند، وطبعا الايزوفيكس بتاع كرسي الاطفال. القعده ورا الى حد ما كويسه جدا. انا مرجع الكرسي ده على قعدتي انا 180 سنتي، يعني يدوب مفيش صباع واحد كده. تمام، بعد كده عندنا هنا مسند. تمام، بس ودي شكل العربية. طبعا العربية دي ستاندر، هي 2000 سي سي ستاندر. طبعا في مكيف خلفي، في هنا 2 USB. تمام، طيب ايه، مفيش اي حاجة ورا برضو، نفس القصة، التخشيب عادي خالص نفس القصة. تمام، ده شكل العربية من هنا. طيب شكل العربية من ورا كده، خلينا نفتحها ونقفلها. ده كده القفل. تمام، ده الفتح. الشنطة كده هي فتحت. تمام، هتضطر ترفعها. في زرار هنا، ودي الكاميرا الخلفية. طبعا دي مساحة الشنطة. تمام، ده طبعا الشماسة بتاعت العربية عشان لو حطيت حاجة بس ورا عايز تخبيها أو حاجة محدش يشوفها، ده اعملها من الشمس. بعد كده عندنا هنا ده منفذ طاقة 12 فولت 180 واط، وده هوك، وهنا هوك برضه عشان تعلق فيه شبكة، تعلق فيه حاجة. طبعا كذلك الهوك الناحية التانية. تمام، ادي هنا في سبير موجود نفس الشكل يعني. تمام، والعده بتاعت العربيه وشنطه السلامه والكلام ده. مساحه التخزين كويسه بصراحه، والشنطه حجمها كويس جدا، ممتاز. انتوا عارفين يعني التوسان عشان فتحه كبيره وكده، فالشنطه حجمها كويس جدا. طبعا علامه هيونداي جايه فوق، انا مش عارف يعني ممكن تبقى ناس شايفاها حلوه وحشه، معرفش. طبعا ده وكيل البعلان ده. خلينا نشغل العربية. ادي اول حاجة هنا، ده التحكم هنا زي ما انتم شايفين. سامعني؟ زي ما انتم شايفين هنا المود هنا والزرار ده بتتحكم في الشاشة الوسطية. دي اوامر صوتية، ميزة تعرف على الصوت غير ما تعرفش مش في الصوت عادي. طبعا ده الرد على المكالمات، تعلي وتوطي الصوت، تقلب وتغير هنا، ده الإذاعة والكلام ده. هنا كروز كنترول. تمام، بعد كده هنا تقدر تغير، من هنا تقدر تغير في الشاشة زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام، تقدر من هنا تغير في الشاشة. طبعا ده عداد ديجيتال، ده معلومات القيادة، البنزين، الكلام ده، السرعة، باقي قد ايه بنزين، السالك قد ايه، كام يعني السالك هنا قد ايه،
في اللتر الواحد يمشي قد ايه؟ كل المعلومات دي تمام. بعد كده عندك طبعا هنا الميزه الاناره هنا فيها اوتو، يعني هنا بصراحه هنا في اوتو تمام. العربيه اللي معايا دي ستاندر، الاناره اوتو، المرايات بتقفل وتفتح او ضم اوتوماتيك، مقابض الابواب فيها نور من بره، اول ما طبعا في تشغيل عن بعد، طبعا الدخول بدون مفتاح والتشغيل بدون مفتاح تمام. فيها شاشه، الشاشه فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو تمام. ابل كار بلاي شايفين، وفيها اندرويد اوتو تمام. طبعا القبله دي حاجه جميله قوي، معلش تقدر تربط. طبعا انت عندك يعني عشان تربط الابل كار بلاي لازم توصل على اليو اس بي ده، انا وصلت هنا شحن بس تمام. فده منفذ طاقه هنا. طبعا هنا سرعه التكييف، المروحه هنا تختار التكييف منين. بعد كده التبريد، التكييف بتاعها كويس، درجه الحراره النهارده يمكن كانت واصله 46، كان ما شاء الله كويس. ده زرار الصوت طبعا زي ما شايفين، بصوا شايفين جاي عامل ازاي على شكل ايه. طبعا هم عاملين نفس الحركه في الدراعات بتاع النور، في كل حاجه يعني كل حاجه عاملين فيها نفس الحته، تحس ان هي دايموند كده بلاستيك يعني عارف. شكل الشاشه ما اعرفش، انا ما حبيتش الشاشه قوي كده، الشاشه البارزه يمكن كانت شكلها احسن. الشاشه الطايره ديت او يمكن في العربيه الفول اوبشن يبقى شكلها جميل، لكن كده مش شكلها مش لذيذ خالص ما اعرفش. طبعا انت عندك سماعه موجوده هنا، عندك فتحات التكييف زي ما انتم شايفين ماشيه مع البيانو بلاك اللي هنا، ومكمله واخده فتحات التكييف ومكمله بنفس المنظر كده، وفي فتحه ورايا ده بس ديكور يعني في الطابور تمام. بعد كده برضو هرجع اقول العربيه دي ستاندر فيها كذا حاجه، ده الدرايف مود، يعني من هنا تقدر تغير الدرايف مود تمام. فيعني كان في حركه برضو اتمنى لو هم كانوا عملوها كانت تبقى احسن واحسن. هنا بس عامل علامه يمكن زرقاء مع الاضاءه الداخليه بتاع العربيه، لو ده كان بيتغير يعني الايكو لونه اخضر وكان النورمال لونه ابيض وكان السبورت لونه احمر هنا في الزرار، يبقى انت عارف العربيه كان يبقى زي يعني شكله احسن. شوفوا هنا بس تغيير الوضعيات هيبقى شكله عامل ازاي تمام. ده كده ايكو نورمال سبورت اوكي. فطبعا هنا مساعده على نزول المحاضرات، بعد كده في الاوتو هولد والبريك الالكتروني او الهاند بريك الالكتروني، والزرار ده مرسوم عليه كاميرات، ده بتاع الكاميرا الخلفيه ممكن تشغلها عادي من غير ما تدوس ار، يعني انا بس لو دوست هنا اشتغلت الكاميرا الخلفيه مش لازم تدوس ار تمام. الزرار ده اكيد معمول عشان العربيه 360 يعني اللي فيها اربع كاميرات، اكيد لما تدوس هنا شوف لما تدوس هيطلع هنا بس كاميرا، اكيد الثاني بيطلع له اربع كاميرات، يعني اكيد الثاني هيطلع فيه الاربع كاميرات. معلش ثاني طلع لورا بس اكيد الباقي هيطلع في الاربعه تمام. بعد كده اتنين هنا حملات اكواب، هنا في شحن لاسلكي موجود هنا تمام. هنا المسند الوسطي موجود، زرار بتاعه تمام، اوراق وبتاع وكده مش ناقصه. الحركه اللي عاملين هنا في الطابلو ان هم سحبوا الطابلو ورفعوه بالمنظر دوت، مديها وسع قوي هنا، يعني مديها وسع قدام الراكب اللي هنا جدا يعني. فبصراحه يعني الطابلو حجمه ضخم. طبعا مساحه التخزين هنا كويسه، هل في تبريد ولا لا؟ للاسف مفيش تبريد، للاسف مفيش تبريد. طيب بعد كده عندك طبعا الفرش، طبعا كله جاي اسود، جاي فيه الخطوط البيضاء زي ما انتم شايفين دي، مفيش اي حاجه جديده يعني. في اناره هنا طبعا موجوده، ده طبعا مرايات، دي مرايات اهي. الاناره هنا بالزرار تمام، او قفلت طبعا هي هتطفي لوحدها زي ما شايفين. في هنا اكستنشن او يعني جزء يتمدد كده يحجب لك لو في الشمس جايه من الجنب ده، انا يعني مش عارف دي حلوه ليه ما تنزلش في كل العربيات، مع انها يعني ما اظنش هيكلف حاجه اساسا تمام. اهي تمام نفس القصه، المرايه مع الاناره اللي موجوده فوق. طبعا هنا تقدر تنور، ده ينور كل العربيه، ده ينور جزء واحد بس، لو دوست على الزرار دوت يخلي لك الانوار تشتغل مع الابواب، يعني انا لو دوست انا دلوقتي مش دايس عليه، فتحت الباب مفيش اي نور تمام، لكن لو انا دوست عليه تمام هو كده خلاص. لو فتحت الباب زي ما انتم شايفين كده، بصوا اول ما فتحت قفلت اشتغل معايا تمام. يعني ده بشكل سريع العربيه، اوريكم برضه الانوار طبعا، ده الويتنج
المفتاح شكله جميل جدا بالمناسبه، يعني عشان الموبايل كان بقالها فتره مفتاحها قذر، او فتره المفتاح التصميم بتاعه مش قد كده. ده شكل العربيه، طبعا الشباك ده هنا وده من ال LED بالشكل. يا ريت الناس اللي عجبها العربية أو شكل العربية يكتب لنا في التعليقات كده. طبعا الجنوط هقول لكم حجم الجنوط بالظبط، خلينا نشوف حجم الجنوط مع بعض. لكن 15 65 17 جنوط 17 هي كويسة ومريحة في الطريق بصراحة. زي ما انتم شايفين بقى قصة الدايموند اللي بقول لكم عليها اهي موجودة هنا، تمام، موجودة في كذا حاجة هنا. بس هي اوفر اول يعني شكلها لذيذ. طبعا ده جاي بيانو بلاك الجزء ده، وحتى السبويلر ده تحس شويه ان هو ممتد. نجرب موضوع التشغيل عن بعد، خلينا نبطل العربيه خالص ونقفل كده. العربية قفلت تمام. أول حاجة بتضغط هنا وتضغط هولد على الزرار الأخير، هي كده اشتغلت تمام. طيب أنا شغلت كده عن بعد، أي حد يقدر يدخل؟ لا، محدش يقدر يدخل العربية خالص. أنا حتى لو جيت، أنا جيت معايا المفتاح هي فتحت المرايات لوحدها، بس ستيل أنا ما أقدرش أدخل، لازم أضغط هنا. هي كده خلاص دخلت تمام. وعلى فكره لو شغلتها بتقعد وقت معين، لو انت ما ركبتش العربيه وفتحتها تطفي عشان انت لو نسيت. تمام. طيب الكاميرا الخلفيه لو جبنا الار اهو، دي الكاميرا الخلفيه طبعا فيها التفاف مع الفيسيون بتاع العربيه تمام. طبعا كده هشتريه مانيوال وتعمل بلس وماينس في اي تغيير. شوف جير فوق الجير اللي مش شايف هنا، هو الرقم بتاعه واحد اهو كده اتنين. طبعا هي مش هتغير اكتر من كده، هي واقفه. بعد كده ارجع دي اوكي تمام. الاوتو هولد برضه عشان اللي كان في ناس بتسال الاوتو هولد. طبعا انا جايب دلوقتي الدي، العربيه بتتحرك عادي تمام. لو انا شغلت الاوتو هولد هيطلع معايا هنا اهو اوتو هولد. طب ايه اللي بيحصل لما انا اقف كده ودايس فرامل؟ اول ما اشيل رجلي العربيه فضلت واقفه اهي. العربيه على الدي يعني مكتوب فوق دي اوتو هولد، اول ما ادوس بس بنزين هتمشي عادي خالص، هي بتفك فرامل وتمشي عادي خالص تمام. دوست كمان وفضلت دايس بنزين للاخر وقفت، اوتو هولد خلاص اشتغل تمام. هو ما بيشتغلش بس لما انت تطلبه وتشغله، غير كده ما بيشتغلش. ماشي. البريك الالكتروني برده كذلك، البريك الالكتروني ماشي. نجيب هنا زي اعتبره ان هو يد عادي، ارفعه لفوق تمام. هو كده خلاص اشتغل. طبعا برضو دي حاجه سيئه، احنا المفروض ان اللي يبقى فيه اناره عشان يعرفك هو شغال ولا لا. تنزله تحت هو عامل خلاص، لازم تدوس فرامل تمام كده خلاص. هو ما يفكش لما تدوس فرامل يعني. بصوا انا كده رفعته، هحاول ان انا اضغط عليه غير ما ادوس فرامل، هيطلع لي تحذير ان لازم تدوس فرامل عشان هو يتشال. طيب خليني بقى اقول على حاجه ثانيه الذ واحسن. انا رفعت البريك وما فكيتوش ثاني ودوست بنزين، معلش سوري نجيب دي تمام. انا كده يا جماعه العربيه على الدي مش اوتو هنا، انا البريك بس المرفوع تمام. لو انا نزلت البريك هيقول لي دوس فرامل، شايفين عامل اوتو هولد قال لي دوس فرامل. طب لو دوست بنزين بس يمشي اوكي. ان شاء الله اكون واضحه معاكم. يعني انا بس حبيت اشارككم بس الـ يعني التجربه بتاعت العربيه. لو عجب الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب كمان. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.